السلام عليكم. ده فيديو تعريفي عن امتحان CPHQ. معكم انجي عبد الرؤوف، بشرف ان اكون معاكم في الفيديو دوت عشان اشرح فيه تفاصيل الامتحان وازاي نقدم وايه الحاجات الجديده بتاعه السنه. مبدئيا قبل ما اتكلم فاحب انوه ان الكورس بتاعنا والمحاضره دي والتعريف دوت ملوش اي علاقه بقريب او بعيد من NHQ، ف we are not affiliated, we are not partners with the NHQ. المحاضرة دي النهاردة هتكلم عن ايه؟ زي ما قلت هنتكلم على CPHQ، يعني ايه اصلا CPHQ، ايه الشهادة دي، ايه لازمتها، ايه قيمتها، مين اللي مسموح له يقدم الامتحان دوت، فالeligibility requirements. هنتكلم كمان على الاوتلاين بتاع الامتحان، الامتحان بيتكلم عن ايه، على الفيز، على الابليكيشن بتاع الامتحان، لو انا عايز اقدم، لو انا طالب international او لو انا مقيم داخل الولايات المتحدة الامريكية. هنتكلم كمان على نذاكر منين، الستادي سورسز، وفاينالي هنذكر موضوع الريسيرتيفيكيشن لانه بيسبب قلق لشويه ناس وهو موضوع بسيط جدا. طيب نتكلم في الاول على CPHQ. مبدئيا CPHQ ده اختصار لاربع كلمات، وبلاقي ناس كتيره بتبعت لنا الحروف دي بتبقى موجوده مكتوبه بطريقه تانية خالص. هي CPHQ اختصار للCertified Professional in Healthcare Quality، او معنى اخر ان انت خبير معتمد او معاك شهاده مهنيه معتمده من الرابطه الوطنيه للجوده، ان انت راجل اخصائي جوده رعايه صحيه. والشهاده دي بيميزها انها رعايه صحيه، لان في جوده، شهادات جوده كتير، ولكن ما بتبقاش سبيشالايزد في المجال دوت، مجال الهيلث كير. فهي الشهاده تعتبر الوحيده حتى الان اللي ليها ويت في الماركت، واللي مشهوره، واللي الناس بتبقى عارفاها في المراكز الصحيه والمستشفيات وفي الاكريديتيشن. فCPHQ stands for Certified Professional in Healthcare Quality، وطبعا دي شهاده voluntary، بناخدها طوعيه، اللي عاوز ياخدها علشان يحسن من مستواه المهني والمستوى التعليمي حتى بتاع الاداره. فهي شهاده انترناشونال اللي بتمنحها ال HQCC او Healthcare Quality Certification Commission، وفي الحقيقة دي هي الجهة المعنية بأنها تمنح الشهادة. طيب مين أصلا المسؤول عن الشهادة دي وعن إن هو يجمع الناس اللي حصل على الشهادة دي مع بعض؟ الرابطة بتاعتنا اللي هي الـ NAHQ National Association of Healthcare Quality Non-Profit Organization، وهي دي اللي تحتيها الـ HQCC، والـ HQCC هي اللي بتعمل الامتحان CPHQ. يعني التفاصيل دي مش مهمة كتير بالنسبة لنا، اللي يهمني ان الشهادة اسمها CPHQ، وان الجهة المنحة المسؤولة اللي احنا في الاخر الشهادة بتطلع لنا منها هي الـ NAHQ، وهي دي اللي هتكمل معانا بعد كده لما احب اطور من معلوماتي في المجال دوت، او ما احب اخد اي resources، فالـ NAHQ هي دي النادي بتاعنا زي ما بنقول. مهم جدا ان قبل ما نتكلم في تفاصيل الشهاده دي ان انتوا تكونوا عملتوا داونلود للكتاب دوت. فاللي لسه ما عملش داونلود بليز جو للويب سايت بتاعنا nhq.org واعملوا داونلود للكانديديت هاند بوك. هتلاحظوا ان السنه دي في نسختين للكتاب، نسخه للطلبه الانترناشنال كانديديتس ونسخه للناس الدوميستيك، للناس اللي عايشه جوه امريكا. فشوف انت مجالك فين ونزل الكتاب المناسب للامتحان، لان حتى لو انت قاعد في امريكا بس انت مش امريكي الجنسيه، يعني انت مقيم داخل الولايات المتحده ولكن انت مش معاك الجنسيه دي، فستيل ينطبق عليك ان انت تبقى دوميستيك. اوكي، لان برضو بيجي لنا اسئله على الجزئيه دي. طول ما انا قاعد جوه امريكا، حتى لو انا رايح زياره، بس صادف ان انا همتحن جوه امريكا في الوقت بتاع امتحاني، فانا كده ينطبق عليا زي اهل البلد، هبقى دوميستيك. وفي الحاله دي هتنزل الكتاب بتاع الدوميستيك كانديديتس. زي ما قلت دي حاجه لسه ظاهره السنه دي 2019، ما كانتش موجوده قبل كده. والحقيقه الفروقات مش كبيره، يعني انتوا لو بصيتوا هتلاقوا بس شويه سيكونس مختلف في الحجز بتاع الامتحان او شويه حاجات كده، انما مفيش حاجه ميجر في الاوتلاين نفسه. الحاجه التانية كمان ان it doesn't make any sense ان احنا نبقى بناخد شهادات بوست جراديويت وما عنديش فكره عن الامتحان عامل ازاي او ايه الشروط بتاعه الشهاده دي. مهم جدا نكون قارين الكراسه دي، لان هي دي الحقيقه العقد اللي ما بين البورد وما بين الناس اللي بتحصل على الشهاده. فما ينفعش خالص ان انا اكون معتمد بس ان انا
يعني سمعت عن امتحان وسمعت محاضرة وعارف الحكاية كده عاملة ازاي من بعيد. لا، مهم جدا ان احنا نقرا الكتاب ده بالتفصيل. كل الكلام اللي احنا هنقوله النهاردة هيبقى جاي من الهاند بوك دوت، وزي ما قلت الهاند بوك ليه نسختين، فاحنا النهاردة بيزيكلي هيبقى كله على الانترناشنال ستودنتس. الهدف من الشهادة دي زي ما الكتاب بتاعنا بيقول The purpose is to promote excellence and professionalism. فانت في الحقيقة لما بيبقى معاك الشهادة دي، فدي معناها ان انت حد شاطر، حد خبير في المجال دوت، حد بيفهم في جودة الرعاية الصحية، ازاي نقدم خدمة رعاية صحية للمرضى فيها جودة، ما فيهاش اخطاء، فيها نسبة سلامة عالية، فيها طريقة لتحسين الأداء بتاعنا، طريقة لقياس أدائنا أصلاً. فأنت خبير في الحتة دي، وحصولك على الشهادة ده بيقول للناس، ده بيدي assurance للناس إن أنت you have demonstrated this knowledge and experience. وده إزاي بيجي بالشهادة؟ yes، الشهادة نفسها الأسئلة ما بتبقاش أسئلة عادية، بتبقى أسئلة بتمتحنك في تصرفك في مواقف. هنقول بعد شوية إن الأسئلة فيها analysis و application، فبيشوفوا إن أنت بتتصرف إزاي. ف you demonstrate the knowledge and the experience، وده بيأشور للناس إن أنت حد بيفهم في المجال دوت. مين اللي ممكن يمتحن؟ أنا رأيي شخصياً حد عنده passion. في الحقيقة هو ده اللي احنا محتاجينه، passion. لو انت passionate about this topic you are eligible to go for the exam. فال eligibility requirements مفيش حد معين يقدر يدخل. عندنا ناس دكاترة، صيادلة، علاج طبيعي، أسنان، nursing كتير جدا. مش بس كده، لا ده احنا كمان عندنا ناس إدارة ومهندسين وحسابات في جميع المجالات، بس يكون حد عنده الباشن دوت، حد دخل في المجال دوت وحبه وعايز يتخصص فيه. فمفيش اي سيرتيفيكت معينه المفروض تعمل لها سبمشن عشان تمتحن. الامتحان بيكون من ايه؟ من اربعه كاتيجوريز، اربعه دومينز. الدومين بنسميه organizational leadership او القياده، الهيلث داتا اناليتكس اللي هو كان زمان اسمه information management، البرفورمانس اند بروسيس امبروفمنت، والبيشنت سيفتي. الاربعه دول دايما موجودين على مدار كل الاوتلاينز من ساعه ما الشهاده دي بدات. اللي بيختلف نسبه حضورهم في الامتحان عامل ازاي، او نسبة تمثيلهم في الامتحان عامل ازاي. فاكبر جزئية عندنا اللي هي الـ IOP او الـ Performance Improvement، ودي بتمثل حوالي 32%. يليها على طول الجزء بتاع الـ Leadership، والجميل في الـ Leadership ان هي من الاسئلة المضمونة. يعني دايما بقول اسئلة الـ Leadership واسئلة الـ Health Analytics اللي هي الـ Data Analytics دي أسئلة مضمونة، والناس تقدر تجيب فيها سكورز حلوة بسهولة. الأسئلة اللي بتبقى little bit tricky هي الأسئلة بتاعت الـ performance improvement والأسئلة بتاعت الـ patient safety. فاللي ذاكر دايما يفوكس قوي على الحاجات المضمونة دي، لأن دي فعلا درجاتها بتبقى مضمونة، وكتير جدا من الطلبة اللي بيدخلوا الامتحان بيجيبوا قرب الفول مارك في الحتة دي، الـ leadership والـ data analytics. الـ performance improvement والـ patient safety a little bit tricky، مش صعبين ولكن تريكي. يعني الأسئلة بتبقى محتاجة إيه، تركيز سنة زيادة، في كيورد مستخبية زيادة، فبتبقى كده بس. عدد الأسئلة الامتحان، الامتحان بتاعنا كله السكور بيطلع من 125، ودي توزيعة الأسئلة زي ما انتوا شايفين. هما يعتبروا تقريبا بالتساوي فيما عدا performance improvement هي أكبر جزئية، patient safety هي أقل جزئية. حاجة صغيرة أحب أنوه عليها إن نوعية الأسئلة في الامتحان بتبقى ثلاث أشكال. في أسئلة بتبقى recall اللي هي تسميع زي ما بنقول، دي بتبقى حوالي 23%، يعني ربع الامتحان almost. تسميع اسمك ايه؟ اسمي محمد. recall question ما فيش في اي فن. بس بيبقى في نوعين تانيين من الاسئلة اللي بنسميهم application والanalysis. الاسئلة بتاعت الابليكيشن ودي اكبر جزئية اللي هي 57% من الامتحان، يعني 57% من 125 سؤال دول بتبقى اسئلة بيقول لك حلل، انت قدامك دلوقتي الداتا دي نتصرف ازاي، ايه الاكشن اللي ناخدها بعد كده، بتبقى حاجات من النوع دوت. الابليكيشن بتبقى مواقف، والله الدكتور نسي قطنه في بطن العيان وبعدين مشي وساب العيان، فانت المفروض بقى نعمل ايه في الحاله دي، هل نعاقب الدكتور ولا نرفض الممرضه ولا نعمل ايه. فدي بتبقى نوعيه الاسئله اللي ممكن، اللي هي بتبقى في الحقيقه زي البراكتس بالظبط.
ودي بتبقى توزيعة الأسئلة في الامتحان. حاجة كمان، الامتحان بتاعنا زي ما قلت بيبقى السكور من 125، ولكن الامتحان نفسه بيبقى 140 سؤال. فأنا لما بدخل الامتحان على السكرين مفروض بيجي لي 140 سؤال، بيبقى مطلوب ان انا احلهم في 3 ساعات، ولكن السكور بتاعي بيطلع من 125، وده لان بيبقى فيه 15 سؤال بنسميهم بري تيست، يعني اسئلة معليهاش سكور ولكن موجودة علشان يمتحنوها، بيجربوا الأسئلة دي عاملة إزاي. أنا في الامتحان ما ببقاش عارفة مين السؤال اللي سكورد ومين السؤال اللي مش عليه سكور، مطلوب مني أحل كله، بس في الآخر النتيجة بتطلع لي من 125. فتيك كير، لأن بعض الناس بيختلط عليها الأمر وبيقول آه يبقى أنا الامتحان بقى من 125، وبيحسبوا 3 ساعات على إن هما 125 سؤال بس، ويكتشف بعد ما حل 125 ده لسه في 126. إيه ده، هو مش الامتحان 125؟ لأ، الامتحان 140 سؤال، السكور هيطلع لي من 125، ولكن أنا هحل 140 كلهم وأنا مش عارف مين عليه سكور ومين لأ. ده الكونتنت اوتلاين اللي المفروض لما تنزله الهاند بوك هيبقى موجود فيه، وده بيبقى موجود فيه كل دومين تحتيه ايه بالظبط. فانتوا حرفيا كل نقطة من الموجودة في الكونتنت اوتلاين بتبقى almost more or less corresponding لسؤال في الامتحان. ف it is really very important ان انتوا تنزلوا content outline، ومن ضمن المراجعة بتاعتكم لما تيجوا تراجعوا قبل الامتحان تاخدوا نقطة نقطة من دي وتعملوا عليها صح. انا فاهم النقطة دي ولا لأ، انا عارف ايه اللي بتعمل في الحتة دي ولا لأ. ف it is really important. الامتحان المصاريف بتاعته قد ايه؟ تاني، الامتحان بيختلف حسب انت بره ولا جوه امريكا. فلو انا جوه امريكا ففي الحاله دي هبقى يو اس كانديديت، وهدفع المصاريف اللي مكتوبه دي اللي هي 423 دولار. ولو لاحظتوا المصاريف زادت عن السنه اللي فاتت، مش عارفه السبب بالظبط، بس في اختلاف في المصاريف السنه دي عن السنه اللي فاتت. فلو انا ممبر هدفع كده، لو انا مش ممبر هدفع كده، وده اغلب الناس. فانا السعر العادي لو انا طالب قاعد في السعوديه مثلا ومش ممبر في ال NHQ دي، فانا هدفع 530 دولار. تمام، سوري هدفع 530 دولار لو انا قاعد جوه امريكا. لو انا قاعد في اي بلد تانية غير امريكا زي السعودية زي مصر زي whatever، فهدفع 580 دولار. اوكي، فتيك كير جدا من السعر اللي المفروض تدفعه. طيب ايه موضوع الممبرشيب دوت؟ هما بيبقى فيه مصاريف لو انا عايز اشترك في النادي ده، زي ما قلت لكم ان اتش كيو دي اكنها النادي بتاعنا. لو انا عايز اشترك في النادي او الرابطه دي بدفع حاجه زي 200 دولار، وبيبقى ليا بقى تخفيضات واكسس على شويه حاجات. بيبقى لو مثلا كتاب، فكتاب لو انا ممبر هيبقى ليه خصم، يعني الامتحان لو انا ممبر هيبقى ليه خصم. زي ما انتم شايفين كده، لو انا ممبر او مش ممبر فالفرق حوالي 50 دولار. ف does it make sense ان انا اشترك ولا لا؟ it's up to you, it's not my decision. ولكن ويعني way ال benefits قصاد ال cost هيبقى عامل ازاي. فاغلب الاوقات ما بنحتاجش ان احنا نشترك في ال membership دي، بس it's your own decision, you take this decision. حاجة صغيرة هقولها ان تاني international، يعني اي حد قاعد برا امريكا، يعني لو انت قاعد في كندا حتى هتبقى كده international، فهي US candidates only. السكور بتاعنا بننجح بعد ما نجيب سكور قد ايه، حوالي 73 أو 74%، وهو مش ثابت الحقيقة. فكل حد بيدخل الامتحان بيبقى ليه درجة نجاح. يعني انا النهاردة دخلت الامتحان، امتحان المفروض نتيجته 125، بس انا اعدي لو انا جبت 91. زميلي دخل النهاردة برضو نفس الامتحان، هو مش في نفس الامتحان الحقيقة، هو نفس التايم لاين او نفس الوقت بتاع الامتحان، لان الامتحانات مش زي بعض، كل واحد بيجيله امتحان مختلف. فانا وزميلي دخلنا النهاردة الامتحان، انا كانت درجة نجاحي من 91، هو ممكن يكون درجة نجاحه من 93. It's a moving range، وده بيعتمد على درجة صعوبة الاسئلة اللي جات لك. اوكي، بس on average بيبقى هو about 74%. بالنسبة للتقديم للامتحان، مهم جدا ان احنا نراجع الموقع بتاع الامتحان. حتى لو السلايد دي موجودة لازم نرجع تاني للموقع، لان ممكن جدا يقرروا ان هم يغيروا الديتس دي. ما حصلتش قبل كده بس وارد.
فبليز قبل ما نحجز الامتحان it is very important ان احنا نجيب a visit لل nhq.org ونشوف مواعيد الامتحان امتى. اوكي، وكل exam window بيبقى ليها application window. يعني سي مثلا انا دلوقتي عايز ادخل في امتحان شهر سبتمبر، اوكي، يبقى المفروض اقدم امتى؟ يبقى المفروض اقدم للامتحان بداية من 12 مايو. اوكي، من 12 مايو و17 اوغست هو ده الوقت اللي بقدم فيه للامتحان. خلوا بالكم لو انا قررت اقول مثلا ده انا عايز ادخل امتحان 8 سبتمبر فهقدم 1 سبتمبر، ما ينفعش، لان اخر ميعاد للتقديم 17 اوغست. فكيب ذس ان مايند، ودايما تراجعوا التواريخ دي تاني، دي كلها موجوده على الموقع، فراجعوا التواريخ دي تاني على موقع ال NHQ. حاجه صغيره، لو انت قاعد جوه امريكا فانت يحق لك تمتحن في اي وقت، فالاكزام ويندوز دي موجوده بس للطلبه الانترناشونال، انما لو انا قاعد جوه امريكا فانا ممكن امتحن في اي وقت، بحجز قبلها وبمتحن وخلاص. طيب المطلوب بقى عشان نحجز الامتحان، في حبه ستيبس. مبدئيا هتدخل على الموقع، هتعمل لوج ان لو انت عندك اكاونت، اوكي، بس اغلب الظن ان انت لسه جديد، فهتكريت اكاونت، وبليز بليز بليز ورقه وقلم، ونكتب فيها اليوزر نيم والباسورد الجميل اللي احنا عملنا بيه الاكاونت بتاعنا، ونشيلهم في مكان امين ونفتكر هما فين، لان كتير قوي من الناس للاسف بعد ما بيعملوا كرييشن للاكاونت بينسوا الاكاونت بتاعهم، ما بيعرفوش يعملوا له ريستور، وبيرجعوا يعملوا اكاونت جديد وبيخشوا في دايلما مش لطيفه. فاللي هيعمل كرييشن للاكاونت بليز رايت داون يور ديتيلز في حته كونفيدنشال، حته سيف، وكيب ات ان مايند. وبعد ما تعملوا اكاونت هتختاروا ان انتوا عايزين تمتحنوا، وجوه هيبقى فيه انستراكشنز هتدلك هتعمل ايه. اهم حاجه في الموضوع ان يبقى معايا الكارت بتاعي بتاع الفيزا يكون مشحون بقيمه المبلغ اللي انا هدفعه، واكون عارفه البوست كود بتاعي وشويه داتا عشان ادخلها في الابلكيشن. طيب بعد ما اعمل الكلام ده ايه اللي هيحصل؟ هيتبعت لي على طول ساعات في ساعتها، ويعني في أسوأ الظروف بيبقى في خلال اسبوعين، هيتبعت ان انت ايه، شكرا ان انت دفعت الامتحان واستنى مننا ايميل. فبس اول ايميل ده هيقول لك ايه، كونفيرميشن ان احنا جات لنا الفلوس، تمام. طيب بعد كده بقى ايه اللي هيحصل؟ بعد كده هيتبعت لك ايميل هيطلبوا مننا 6 أو 7 حاجات. اللي مكتوبين في الكتاب هما 6 حاجات، ولكن في الحقيقه في الواقع بيبقى فيه ممكن معلومات زياده عن دي بتطلب. زي ايه؟ زي هيكتبوا، هيقولوا لك اكتب لنا الست نقط دول بالظبط، رد علينا في الايميل، الايميل دوت اللي هيجي لنا من جو امب. دي جو امب دي الشركه المسؤوله عن تنسيق الامتحان نفسه، اللي هي بقى بتتعاقد مع مراكز الامتحان وبتنسق المواعيد والكلام دوت. فالشركه دي هتبعت لك تقول لك اكتب لنا الست نقط دول، اسمك، الامتحان، وتكتب CPHQ، الايميل ادرس بتاعك، خط التليفون بتاعك، رقمك، وعايز تمتحن فين، التستنج لوكيشن. اوكي، اسئله بقى غريبه جدا بتوصل لنا في الحته دي. انا دلوقتي قاعد في مصر، بس احتمال ان انا وقت لوقت الامتحان هبقى قاعد في الامارات، ينفع امتحن في الامارات؟ ينفع تمتحن في اي حته، بس لما تيجي تحجز اللوكيشن تقول ان انت هتمتحن في الحته دي. اوكي، فامتحنوا في اي مكان بس احجزوا في المكان دوت. فit doesn't make sense ان انا احجز لجنه في مصر وانا ناوي امتحن في السعوديه، صح؟ ف keep in mind تاريخ امتى هامتحن، هبقى موجود في انهي مكان، اللوكيشن بتاعي ده فين، التستنج سنتر اللي موجود. وحاجه بقى اخيره مهمه، ان احنا هنبعت لهم 3 تواريخ الامتحان، الثلاث تواريخ المفضلين بتوعنا. انا عايزه امتحن يوم 5 سبتمبر و 3 سبتمبر و 21 سبتمبر بالترتيب ده، لو دول ترتيب الأفضلية بالنسبة لي، in order of preference. يعني أنا بالنسبة لي أحسن يوم خالص هو يوم 5، يلي يوم 3، مش أحسن اختيار قوي بس ماشي، يلي بقى لو بعد كده خلاص ممكن نخليها 21 سبتمبر. ف in order of preference، ومش شرط يبقوا بالترتيب، انت ترتيبك بالنسبة لك انت ايه. اوكي، طيب التجهيز الامتحان نفسه بنذاكر منين؟ لو بصيتوا على الكانديديت هاند بوك هتلاقوا فيه سورسز كتيره جدا موجوده نقدر نذاكر منها. اشهر سورس دايما من الناس بتذاكر منه، او احنا يعني بنذاكر منه، هو جانيت براون. اوكي، لو بصيتوا في الهاند بوك المره دي هتلاقوا جانيت براون
بقى في المرحلة أو المركز الخامس أو السادس من السورسز الموجودة. ليه راح فين؟ الماتيريال بتاعت ال NHQ سبقت، فال NHQ دلوقتي داخلة في إنها بتنزل ماتيريال كتيرة خاصة بالتجهيز الامتحان، فنزلوا كتاب جديد اسمه HQ Solutions، وفي كتاب من زمان عندنا اسمه Q Solutions. ف HQ دي ده الكتاب الجديد، و Q Solutions ده الكتاب اللي معروف عنهم عن البورد وجانيت براون. فدول تقدروا تقولوا أول ثلاثة دول هم السورس الأساسي للمذاكرة، اوكي دول المين ريفرنس. في بقى حاجات تانية كتيرة، والأهم من الكتب اللي موجودة دي هي المواقع، هي الريسورسز بتاعت الأونلاين، ودي احنا ممكن نشير ليها في الكورس. في حاجات كتيرة جدا available وفري، والناس تقدر تذاكر منها بمنتهى سهولة بدون الحاجة ان احنا نشتري اي كتاب. فتاني الكتب المشهورة دلوقتي جدا في مذاكرة الـ CPHQ، HQ Solutions، Q Solutions، وجانيت براون، واحدث اصدار لجانيت هو الـ 30th Edition. يليها بقى حاجات تانية كتير، حاجة زي الجورنال اوف هيلث كير كواليتي، سورس رائع رائع، في كيس ستاديز، في لو احنا بنجدد الشهادة هتلاقوا فيه حاجات كريدت ماتيريال مبسط جدا، في حاجات براكتيكال، فظريف جدا برضو الجورنال اوف هيلث كير كواليتي. ففي سورسز كتيرة نقدر نذاكر منها. طيب ايه موضوع الريسيرتيفيكيشن؟ الشهادة دي ليها صلاحية، اوكي الصلاحية بتاعتها سنتين، والمفروض ان انا بجددها عن طريق حاجتين. اول حاجة ان انا بحصل على 30 كريدت اور، الحاجة التانية ان انا بدفع رسوم، بدفع فيز، اوكي. فلو انا عملت الحاجتين دول اقدر اخلي الشهادة تبقى صالحة لمدة سنتين جايين. طب لو انا ما جددتش هيحصل ايه؟ الكريدنشال هتقع، يعني مش هينفع تقول ان جي سي بي اتش كيو، هيبقى ان جي بس، مش هينفع تقول علي سي بي اتش كيو، هيبقى علي بس. فلازم يبقى الشهادة علشان تبقى دايما فريش، ودايما تبقى اسمك على الموقع، ودايما يبقى لو حد سأل عليك او لو حد سأل على السيرتيفيكت بتاعتك تبقى موجودة، لازم تجدد الشهادة. فنجددها بالطريقتين دول. طيب التجديد بيبقى عامل ازاي؟ سي دلوقتي مثلا ان انا دخلت في دورة سبتمبر ونجحت، فانا دلوقتي معايا الشهادة من سبتمبر 2019، اوكي ابدا بقى اجمع ال 30 كريدت اور. لا استنى، الكريدت اورز تبدا تجمعها من يناير 2020، من اول هنا بس الكريدت اورز تعد، اوكي. فيناير 2020 كلها هاخد فيها كريدت اور، ديسمبر 21 ده تاريخ انتهاء الشهاده بتاعتي، في الوقت ده لازم اكون بسبميت الكريدت اورز والفيز، اوكي. فهي 2 years والسايكل بتبدا من يناير اللي بعده، تمام. فتيك كير من الموضوع دوت، begins January 1. فده بالنسبه لل CPHQ recertification. اتمنى يكون الفيديو ده جاوب على اسئله كتير عندكم خاصه بشهاده ال CPHQ. لو عندكم اي سؤال تقدروا تدخلوا على الموقع بتاعنا وتبعتوا لنا مسج، و good luck in your exam. شكرا.